الحملة اللي كتشوفونها يا فهي انطلقت بشكل تطوعي شبابي، هاشتاغ نقي زنقتك تنقى مدينتك. دوروا الشباب أصلا في الانترنت، لا تحمل لون سياسي ولا جمعوي، هي حملة تطوعي شبابية محضة، شاركوا فيها يعني دروب وأصدقاء عديدة في مدينة ابن جرير. الغاية منها هو أنه نعاودوا نعطوا واحد الإحياء جديدة، واحد الرونق، واحد جمالية للشوارع ديالنا. الغاية منها هو أنه نقيو الديشي صولي اللي كاين في الأصدقاء ديالنا والدروب ديالنا. الغاية منها هو أننا نشاركوا الشباب معنا، الصغار والشباب، كما كتشوفوا أنه تولي عندنا ثقافة ديال النظافة، ثقافة أن الدرب ديالنا فهو ملك ديالنا خاصنا نحافظوا عليه، فهو يعني خاصنا نقيوه وخاصنا دائما نكونوا كنغيروا عليه، ويكون عندنا واحد الحب ديال الأصدقاء ديالنا والدروب ديالنا، واللي هو غيعطينا حب ديال المدينة ديالنا، وبالتالي غنتقل إلى حب أكبر وهو حب الوطن وحب العالم بأكمله. المبادرة ديال أجي تنقي زنقتك تنقي مدينتك هي مبادرة شبابية حملها مجموعة من الشباب المنطقة، وكان على رأسهم حسن بن حسي، طارق مومني، أستاذ مزابي، وإلى هو تنعنى داك وإن الناس أخرين يشتغلون في الخفاء. هذه المبادرة جات باش أن كتحسين الأحياء، قد أقول أنها هامشية بالمنطقة، نادرا ما أننا تلاحظوا مثل هذه المبادرات. كذا تطلع شباب بن قرير في جميع الاحياء ديالو، من حي الجديد، حي الماج، حي الورده، باش انهم يطفيو واحد اللمسه جديده، لمسه نوعيه، ويخرجوا للوجود، معناها يقولوا حنا هنا، يقولوا راه ولاد بن قرير قادرين انهم يغيروا. كما تنشوفوا في المدن الشمال تنشوفوا على غير هذه المبادرات كثيره، وتنتمنى ان شاء الله ما تكونش هذه البدايه، تكون هذه النهايه، بمعنى انها تكون بدايه لمجموعه من المبادرات الاخرى. صراحة الله هادشي اللي كنشوفو دابا راه كيفرح، وهادشي اللي كتشوف دابا في الشباب الصغار وفي الشباب الكبار راه كيفرح، والحمد لله راه ما عندنا دعم من حتى شي جمعية، وما كننتميو لحتى شي جمعية، وما كننتميو لحتى شي حزب اللي هو سياسي. حنا شباب هاد الصباغة وهادشي اللي خدامين به شريناه من الأموال ديالنا ومن الأموال ديال الشباب وديال الساكنة ديال الحي، وضامنا مع بعضياتنا وتفاردنا ودرنا واحد النسبة قليلة وتفاردنا مع بعضياتنا وشرينا الصباغة وشرينا شي تات وشرينا هادشي باش كننظفوا دابا في الحي باش نقادوا في الحي. ومن خلال هذه البادره تنبلغوا التحيه ديالنا لجميع الشباب الرحماني عامه والشباب ديال حي افريقيا خاصه، وتنتمنوا ان شاء الله تكون ان هذه هي الديبار ان شاء الله اللي غيكونوا بزاف ديال الحملات التطوعيه من القدام، ولما لا ان شاء الله تكون حملات اكبر وعندها واحد لا مونتاليتي اللي غادي ترجع بالنفع ديالها للحي بدرجه اولى، وايضا تبين ديك لا كومونيكاسيون ما بين الشباب والعمل التطوعي ديالو. وفي الاخير نبعث واحد الرساله شكر للجميع من ساهم في هذا النشاط كبير صغير، وان شاء الله هذا هو الديبار ديالنا ومازال الخير قدام، وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هاد بريس.